استاذ عبد الكريم، بدايه نرحب بك. مباراه مهمه للفريق الهلالي بعد خروج كان من كاس الملك، بكل تاكيد كان عليكم عمل جبار بتهيئه اللاعبين لهذه المباراه المهمه، ابعادهم عن الضغوط النفسيه. ودعني التمس نوعا ما حضور اللاعب رضوان موسى في المؤتمر الصحفي وهو اساسا خارج التشكيله، لربما لابعاد هؤلاء اللاعبين عن المشاحنات الاعلاميه التي قد تكون حاضره في المؤتمر. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا الحقيقه نرحب فريق الغرافه بين اهله واخوانه، والحقيقه العلاقه اللي تجمع الهلال بالغرافه يعني اكثر من ممتازه، فريقين يعني 3 سنوات ورا بعض، وهذه يعني بالرغم من الجانب السلبي فيها انه تحرم الفريقين من انه يطلعوا يتاهلوا مع بعض، لكن في جانب ايجابي انه الفريقين اخوان توطدت العلاقه بين الجميع. المباراه بالتاكيد انها مباراه مفصليه، الهلال يعني اذا لم يفوز لا سمح الله في هذه المباراه فانه لن يكون للانجاز الحق في ايران اي قيمه، لانه انت فزت على فريق بيروزي وانتزعت الصداره، فمهم جدا ان تواصل هذا الامر وتحقق الصداره في مباراه اليوم حتى تلعب على ارضك مع في الدور ال 16. الفريق بعد الخروج من كاس الابطال يعني ما كان فيه يعني الزعل الكثير، لانه في المباراه الماضيه اللي هي الاياب في جده قدم الفريق مستوى كبير وكان الى اخر لحظه في المباراه يعني قريب من تحقيق الفوز وقاتل حتى النهايه، واللاعب اذا قدم اقصى ما لديه هذا هو المطلوب منه، يعني ليس مطلوب اكثر من ذلك. ولذلك ان شاء الله اللاعبين لديهم العزم والاصرار في مباراه اليوم ان شاء الله يواصلون المهمه ويواصلون المشوار ويواصلون ان شاء الله الصداره حتى يعني ينتقل الفريق الى دور الثمانيه باذن الله بعد المباراه القادمه ان شاء الله. يوسف العربي، محمد الشلهوب، عناصر مهمه اساسيه خارج التشكيله لاسباب مختلفه بكل تاكيد، على الجانب الاخر 3 اسماء دوليه في الغرافه تغيب الى جانب الايقافات، اي الفريقين ظروف اصعب نوعا ما واي الفريقين يدخل اللقاء بشكل مهيئ اكثر من الثاني في هذا اللقاء؟ والله شوفوا كرة القدم يعني لو حسبتها خارج الملعب غير الحسابات اللي داخل الملعب، خارج الملعب بالتأكيد انه في غياب 3 لاعبين من الغرافة وفي يعني تردلي موقوف في حامد شامي، انا ما ادري هل حيكون موجود ام لا، مصاب موجود اساسا اي نعم يعني مصاب حتى يعني يكون عايد من اصابة، ف خارج الملعب الحسابات تختلف. الهلال ايضا يوسف العربي ومحمد الشلهوب يمكن اصابة قوية ولن يتمكن من المشاركة، لكن داخل الملعب هناك 11 لاعب ضد 11 لاعب، مطلوب منك ان تكون في اعلى مستوى، تحترم الخصم، تقدم اقصى ما لديك اذا ما اردت ان تفوز، اما اذا ركنت لمثل هذه العوامل اعتقد انه يعني تاثيرها سلبي على الفريق الاخر اللي هو فريق الهلال اكثر من الغرافه، لانه في الغرافه قد يكون النقص يولد القوه، في الهلال قد يكون في نوع من الارتخاء ويعني ضمان النتيجه وبالتالي يكون تاثير سلبي، لكن نتمنى ان شاء الله انه ما يكون موجود لانه في رغبه كبيره في الانتقال الى دور الثمانيه وان شاء الله المواصله الى ابعد نقطه في البطوله. الفرصه الاخيره للهسك؟ لا، هي المباراة قبل الأخيرة للهسك لأنه عقده إلى نهاية الموسم، حتى الآن لم يناقش موضوع استمرار المدرب من عدمه، لكن يعني العقد هو اللي يربط الطرفين رسميا، ليس هناك أي إقالة وليس هناك أي قرار متسرع، باقي هذه المباراة والمباراة القادمة بعدها يعني عندك فترة طويلة بإمكانك أن يعني تدرس الأمور من جميع جوانبها. شكرا لك أبو